والعلماء رحمهم الله ذكروا في الحكمة من تعيين هذا الدعاء لأن يقال في هذه الليلة أقوال أظهرها أمران. الأول أن المسلم في هذه العشر الليالي العشر المباركات مطلوب منه أن يجتهد في العبادة تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، أحيا ليلة، شد مئزرة، أيقظ أهله، جد، فمطلوب من أن يجتهد في العبادة ويضاعف الجهد ويحيي الليل كله. ثم مع هذا الإحياء والاجتهاد لا ينظر إلى نفسه أنه ماذا؟ نعم، أنه كمل وتمم وجاء بالأمور وافية وتامة. لا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، هذا جهدي يا رب، جهد المقل، وأنا مقصر في حقك وجنبك العظيم، فاعف عني، أطلب منك العفو. وهذا هو شأن المؤمنين الكمل، يجتهدون في تكميل العبادة وتتميمها مع رؤية ماذا؟ نعم، التقصير. اقرأ في سورة المؤمنون في ذكر الله لأوصاف المؤمنين الكمل، قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والمعنى كما صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن يقدمون ما يقدمون من طاعات وعبادات وقلوبهم خائفة ألا تقبل. والله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، أي المتقين له في العمل. فهل اتقينا الله؟ هل وفينا؟ نعم، استكثرنا من الأعمال واجتهدنا في الاستكثار، لكن هل وفينا؟ هل كملنا؟ هل حققنا الإخلاص والصدق مع الله؟ هل فيأتي الإنسان ويطلب العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فكأن لسان حالك مع هذا الدعاء تقول: يا رب، هذا جهدي جهد مقل وجهد عبد مقصر ومفرط، فاعف عني، تجاوز عني يا الله، متوسلا إليه سبحانه وتعالى بأنه العفو. والمعنى الآخر وهو أيضا قوي في مناسبة هذا الدعاء لهذه الليلة، أن الله سبحانه وتعالى قال في شأن ليلة القدر في سورة الدخان: فيها يفرق كل أمر حكيم. والمعنى: فيها يقدر ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى، يعني يكتب في ليلة القدر ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى في السنة القادمة في رمضان القادم، يكتب ما هو كائن إلى تلك الليلة. وهذا يسميه العلماء التقدير السنوي، لأن التقدير أنواع، تقدير أنواع، هناك تقدير عمري يختص بعمر كل إنسان وهو الذي جاء في الحديث: ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات إلى آخره. والتقدير السنوي هو هذا، وموضعه ليلة القدر. فليلة القدر يكتب فيها ما هو كائن إلى ليلة القدر الأخرى. تستشعر هذا الذي سيكتب في هذه الليلة إلى ليلة القدر الأخرى، فتسأل الله جل وعلا في تلك الليلة العفو، فإن عفى عنك سبحانه وتعالى ودخلت في العفو والرحمة فشأنك في السنة كلها ماذا؟ فشأنك في السنة كلها ماذا إذا فزت بعفو الله سبحانه وتعالى في تلك الليلة المباركة. ولهذا سبحان الله، هذا الدعاء إذا صدق العبد مع الله سبحانه وتعالى ملحا في تلك الليلة بهذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، له أثر عظيم على العبد في السنة كاملة،